مساء الخير. يلا انا عبد الله صبيح وهذا اول عرض ستاند اب الي، وحاس حالي دايخ، شكله حيصير فيي زي ماجد الرومي على مهرجان جرج هيك. طيب مين بيطلع بباصات هون بيستخدم مواصلات؟ انت منزل ايدك زي ما انت جاي معي بنفس الباص وطالع الواقف كنت، واللي عامل فيها برستيج عشان التيكت ب20 وهيك. توب سايدر عجربة تنبين من الزرقة، خلاص اقول. وين مقطركم؟ طيب جاي احكي لكم موقف صار معي في باصات عمان الزرقاء. مره من هالمرات كنت سهران في عمان والوقت اتاخر وصار لازم اروح، وزي ما انتم عارفين الاجره من عمان للزرقاء قديش؟ نص لير. 60 قرش صارت بس. لا ما هو تخربوش الارض عشيلن هسه، مشيها انت مالك. بس راح امشي بكلامك اعتبرها 55، والعبد الفقير اللي قدامكم معوش غير ربع ليره. هلا بعد تفكير عميق شو بدي اساوي؟ انام في الشارع؟ قلت يا ولد وقف الباص واللي بده يصير يصير. طلعت على الربع ليره هيك، اعطيتها نظره الام لابنها اول يوم روضه، وسكرت ايدي واشرت للباص. شوي وقف الباص قال لي طالع. لا خلص انتوا سبقوني سبقوني بالحكم. طالع طالع. يلا ركبت بالباص لقيته فل ومشغلين أغنية جورج وسوف، هاي بكرة حتدفع الثمن. عرفتوها هاي؟ عرفت إنه قاصدني. طلعت في الباص على الواقف، شوي في صوت من جنبي بنت بتعمل، ما خدتش في الموضوع. مشينا شوي رجعت كمان مرة عملت، يا اختي مالك الواحد خليه باللي هو فيه. شوفي مالك. هلا انا بحبش اتدخل في الخصوصيه، بس كان معها تلفون شاشته 45 بوصه، فشيكت هيك بتطلع كانت بتحكي مع حبيبها ومسميته فوق بلال وتيني. صراحه الاسم شدني، بلال وتيني هيك. شيكت كمان مره لقيته باعث لها، هسه بس اروح بصور لك اياه. شو هو اللي بدك تصوره بس؟ نحترم حالنا. مشينا شوي في الباص رجع وصل كمان مسج، شيكت طلعت هيك لقيته بعث شو؟ هيني بعثت صورته لريتاج. من تلاقيه بالشارع نازل تبعث صور. في حد في وحده هون اسمها ريتاج؟ واذا في مش حتحكي. بس احتياطا بتعرفي حدا من بيت وتيني؟ مشينا شوي في الباص بلش الكنترول يلم بالأجرة. هلا هو بيقرب وانا برجع قاعد، انا برجع. وصل عندي فوشوشته هيك، مركت له ملحوظة، قلت له معلم ضاعت محفظتي وانت عارف الظروف، معيش غير ربع ليرة، ما مشيها. ولا يسلخ وجهه هيك، يلف وجهه ويسلخ وحدة، معلم للسايق. قال له الشاب هنا معوش غير ربع ليرة، وانا الله لا يسامحك. طبعا اللي كان نايم صحي، اللي بذنيه سماعات شالهن، وبلال وتيني برن فيديو كول، والوضع قام السايق اطلع بالمراي هيك واعطاها سلو موشن، قال ربع ليرة. ربع ليرة مش مشكلة، هو احنا نتلقاها من المواطن ولا لا؟ هات روق روق روق، بدك تطلع كل مصايبك اللي صارت فيك علي؟ شوفي خلص طب نزلوني. شوفي
مشينا شوي في الباص، بلشت هالعالم تنسى. بس في واحد قدامي بكرسيين كل شوي بلف وجهه بتطلع هي. والله لا تعج راسك بس ننزل، انت اصبر. مشينا شوي، بلشت هالعالم تنزل وعالم جديد تطلع، وصار في مجال الواحد يقعد. هسا انا كنت ماخذها انه معيش غير ربع ليره واقعد، وقاها قلت بضلني على الواقف بس تطلع منه. واقف هيك ونص الكراسي فاضي، رجع السايق اتطلع بالمرايه هيك قال لي يا زلمه انت عشان دافع ربع ليره بتكش تقعد؟ اقعد يا زلمه انت ضروري لطلعوا جداد يعرفوا. حسبي الله فيك يا زلمه. قعدت. وين قعدت؟ جنب البنت تاعت بلال وتيني. وصلك اشي؟ طيب يعني لو تحكي لريتاج تبعت لك الصورة. نقعد نستناه بس يروح. مشينا شوي في الباص، وصلنا وين؟ عند منطقة هيك شوي في صبية بتأشر للباص. طلعت على الباص، بلش الكنترول، يا شباب حدا يقعد الصبية. رجع السايق اتطلع بالمراية، أبو الربع والله يقوم قاعد الصبية. الله يلعن عرضه من يوم يا زلمة. بعدين وأنا نازل من الباص، طبعا نزلنا بالمجمع، شافني السايق، أنا نزلت آخر واحد، قال لي معلم مسامح. وأنا الله لا يسامحك، لا أنت ولا الكنترول ولا بلال وتيني.